بس يا وليد انا اسف، انا ما اقصدش. يا عم انت قلت على فكرة. يا ابني انت بس حلو حلو، ازرع. بتضربه فين؟ بتضربه فين؟ مش شايف. نشأت حلو. في قفايا، هتضرب في قفايا. يلا 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 وليد نزرع. روح روح، كمل بيه كمل بيه. يا جدعان والنبي يا جدعان، انا واقف على البتاع من فوق. طب اقول لك ايه، انا عامل حراسه للبلانت. في حد جنبي. يا لهوي 80، خلاص يا وليد. الله يا لهوي. ده بس البوزيشن بتاعي يفرق، انا واقف حارسها. شويه نسوان، مين كلكم متوا؟ خلي بالك، ارجع ارجع. لازم ما ادخل. مش اوت. ايش يا جدع؟ اوكي حلو الخط. باكي يا ابني، باكي مين يا ابني؟ مين اللي بيديك الخرع ده؟ تعال امسك، تعال تعال امسك، تعال امسك. ايه اللي تعال امسك يا حيوان؟ لا مش عاجبني. يا ده بيع الباكي الاول. ده ايه ده؟ ده بندل. خلاص ما تخلصت الطلق، هنحتاجه. انا هروح بقى من حته ايه؟ لا علامة لك شيطان، بس ده شفت شوية. يلا اي خدمة. يا ابني ما الاتنين هنا. هما عندنا. يا جدعان لو حد قتله غيري تبقى أمه رقاصة. يا وليد العيال عندنا. بشوف الأسلحة، أنا في جثث كتير جنبي هنا. يا جدعان جاي أجيبه يا حيوان، فأنا ماشي ده كله وده الشفت. وده زي البهيمة. قلت لك أنا هجيبه، أنا معايا ألت والله، شكلي هستعملها الاستعمال اللي أنتوا ما بتحبوش. وأنا عارف الألت بتاعتك بتعمل إيه. للأسف. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي عارفها. يا انت بتعمل سموك هنا ليه؟ انت بتحميهم ولا بتحمينا؟ ده يكونوا فوق. هما فوق فعلا. يا بنت المتضايق. سايفر ده نوب على فكرة. يابا استسلم خلاص. والله باللعبة انواب. اللي هو بيعملوا ده هبل اصلا. ما تاخد الالت يا عبيط. ده جاي لي بلعات يا عم، ازرعها واخلص. ما هو جاي لي بلعات يا ولد، هو فاكرني في البي. بس عيان بينيم ميت. والله عارف، والله خلي بالك يا اسطى، داخل فين؟ يخرب بيوتكو، يخرب بيوتكو. دي داخله تنفخنا. علي علي اظهر، قول لاخوك اظهر، قول لاخوك اظهر مش وقته. علي يا ابني، هو انت بتعمل ايه يا ابني؟ ده بقى هنا. يا لهوي، يخرب بيتك يخرب. براذرز. علي براذر. طب انت شطار عليا. بيلعب في مالك في يلا جاي.
هلا بص بقى، بص بقى الفتحة بقى اللي بجمعها في الديفن او في الهتاكر هتاخدوه مني في الديفن. ابن الوحيد تعال الموتش ما يعيش يا ابني بقى بس والله بطل تناحة يلا البطل من امي. قلت 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 تريدنج بقل ايه انا مش عارف ايه سر حبكم في ايه. طب انا هيجي لكم ايه يا عم؟ لا ما انتوا بتهزروا. انا الغير يعني والله ما جدعانه. ايه ده؟ انا ما شفتش، انا ما لبستش الفلاش اصلا. طب يعني صادن ديس هتكون وانا ديفند برضه؟ طب ما الديفند اصعب. Yeah.